بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيفكم متابعينا متابعين قناة أورينتال شيف؟ اليوم عنا طبق كتير لذيذ واللي هو طبق فتة البنجان. السلام عليكم، كيفكم متابعينا متابعين قناة أورينتال شيف؟ اليوم عنا طبق كتير لذيذ واللي هو طبق فتة البنجان. نبدأ بالمقادير. بنجان متوسطة الحجم تقريبا 400 جرام، مقطع بحجم وسط، رغيف خبز لبناني مقطع، كوب حمص مسلوق تقريبا 150 جرام، كوب لبن، نصف كوب ليمون، فنجان صغير طحينة، مقدار نصف فنجان زيت زيتون، كوب من زيت الزيتون، حصة من النعناع اليابس المطحون، 3 حصوص من الثوم المطحون، بهارات وملح حسب الرغبة، فلفل أسود، بابريكا، كمون حار، زعتر، وختامة مسك مع المكسرات الطيبة اللذيذة المقرمشة اللي من قلية منضيفها على وش الطبق مع السمن العربي. 300 ميلي زيت، وهي اللقطة أخذناها بهي الطريقة لأنه أنتوا تستحقوا تشوفوا صور ولقطات حلوة لأنكم متابعينا اللذيذين اللي صاروا عددهم 14 متابعة وشكرا. نص باقة بقدونس بلدي مفروم cut into pieces، سماء للتزيين، دبس رمان حسب الرغبة، منضيف زيت الزيتون على الخبز اللي قطعناه، وحر وملح وسماء. بعد ما فوتنا الخبز 10 دقائق على الفرن بنقلي الباذنجان بالزيت. فيكم تقلوا الخبز بدل ما تشوه، اللي بيفضل مشوي واللي بيفضل مقلي حسب الرغبة. بنبدأ بطريقة تحضير مكونات صوص الفتة أو مرقة الفتة. أول شي لبن، طحينة، منضيف الثوم المطحون، منضيف الملح، كمون حسب الرغبة، نضيف شوية زعتر حسب الرغبة، والحامض. نحرك 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 نخلط 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 نخلط، نضيف شوية نعناع، نحرك نحرك نحرك، وهيك بيكون الصوص صوص خرافي. نضيف دبس الرمان على البنجان المقلي، نقلي المكسرات بالزيت، وهذا سر من أسرار الطبخ. نضيف الخبز، مرقة الحمص منضيفها فوق الخبز. الخبز بيكون يا أما مقلي يا أما مشوي حسب الرغبة. منضيف الحمص، منضيف البنجان مع دبس الرمان، منضيف الصوص أو المرقة اللي عملناها، نضيف المكسرات، بعد ما ضفنا المكسرات نضيف البقدونس. نضيف فوق السماء اللذيذ، نضيف الدبس، زينة فوق الصحن، طبعا زينة ونكهة، نكهة الدبس اللذيذة. وهيك بيكون انتهى صحن الفتة بالبنجان. بتمنى يكون عجبكم وحسيتوا بالنكهة، وألف صحة وهنا على قلبكم.